خاصة بانتقالات أو بتعاقدات، لكن طاهر محمد طاهر دايما بيتصدر العناوين فيما يخص لاعبي المقاولون العرب. هل حسم موقفه بأي شكل سواء محليا أو خارجيا؟ صدقني لم يتم حديث في هذا الموضوع سواء داخليا او خارجيا، يعني ما راحش ونحن كنا الزمالك أو مضى زي ما اتقال شوية؟ اعتقد ان ده يعني مش عايز اقول شيء مستحيل شوية، لكن لسبب مش عشان ان لما الاهلي كان طالبه وحصلت مشاكل نص السنة عن طريق وكيل اللاعبين بتاعه، لا طاهر ولا وزه لم يتدخلوا في هذه الموضوعات، بالعكس طاهر جه مضى للنادي 3 سنين تمديد فوق السنه اللي هو عنده عربيات، ووقفنا قدام الوكيل اللي كان عايز يشترط انه ما يمدش الا اذا حط شرط وخلافه، فما اعتقدش كل الكلام ده ليه اساس من الصحه، لكن ده كله كلام وكلاء لاعبين ودايما بينشطوا في المواسم دي علشان يبوظوا حال الكره المصريه. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس محمد عادل.